تركب له زي العربه على شكل رجل ويعيش. ايش يقتل قتل الرحيم؟ ثابت علميا ان ما يدعونه ضد العلم. فالقتل الرحيم هو السبب. عرف قتل الرحيم هو ما يسمونه رحمه، وبالفعل رحمه لجيوبهم، لجيوب مالك الحصان وليس للحصان نفسه. ماذا ستفعل لو كنت في محل من طاخرة؟ ما أدري شو بسوي، لكن الفكرة اللي أقولك إياها أن الحصان لما يصاب إصابة مضاعفة عادة، طبعا الأشياء المستثنى يعني سيارة صدمتك أو شيء، نقطة استثنائية بس، يعني شيء أنت مركب الحصان لين يعني رجلة تنخلع، صار من قوة السرعة رجلة تطير تلعب، ما تستحي على وجهك تقلقة الرحيم، الحصان انخلعت رجلة طارت من كثر ما أنت مركب وركض سريع أو راكب مسافة طويلة أو ركوبك سيء او انك ماشي برضيه سيئه وتقتل قتل الرحيم. تخيل تقول لحسام باللازمه ترى والله انا شغلتك وجزاك الله خير، والله ما اقدر ارجعك زي ما كنت، خلاص بقتل قتل الرحيم. الرحمه الرحمه طبعا زي ما قلت، بما انها رحمه المفروض نطبقها على انفسنا ونطبقها على البشر. لا لم ولن تطبق على البشر لانها ليست رحمه. تبي تقنعني انها رحمه؟ انا موافق، طبقها على نفسك لانك انت اولى بالرحمه من الحصان، وابنائك واقاربك واصدقائك اولى بالرحمه من الحصان. الان ممكن يجيك بعض الناس يقول لك طب علميا الحصان ما يمكن يعادل زي البشر، يلا اثبت لي ورني. يعني تبغى تقول لي ان العظم حق الحصان اذا انكسر كسر مضاعف مستحيل يرجع بسيخ والعظم البشر ممكن؟ هل انت تبغى تقول اياه علميا؟ انا اقولك مو صحيح، انا وريتك مقاطع. هذه واحده. اثنين، حتى لو كان اقطع الرجل وحط رجل صناعيه، اقطع الرجل وخيطها ما يموت الحصان، يمشي على ثلاث رجول ياكل، خلي في بر. إيه أنا راحم الحصان، لا أبوك لا أبو رحمتك. اللي حصل الحصان كان توطاك. هذا رأيي في موضوع ما يدعيه الغرب أو يسميه الغرب على قتل الرحيم عندما يكسر الحصان كسر مضاعف. السؤال الأخير الحرنة. لماذا الحصان؟ تكلمت عن هذا كثير، تحريك الحصان الحارم الحرنة إلى آخره. بس تكلمت في موضوع كيف تعامل معها أو أسبابها أو غيره. السؤال هنا وش سبب الحرنة الأساسي؟ يعني لماذا الخيل تحرم؟ لماذا كثير من الخيل تحرم؟ والرد طبعا ينطبق على جميع الأطباع الأخرى. التفسير سهل، الحصان بطبيعته مخلوق حارب فار، فعندما يعني يشوف شيء معين يخاف منه ينحش يهرب، رغم أن قوته وسرعته وقدراته الجسمية والعصبية أقوى من كثير من المخلوقات، لدرجة أنه لو يرفس أو يصقل لفت موته، ذاك يهرب، هاي طبيعته. فالهروب يعني اني اي شيء اواجهه واخالفه عندي مشكله معه انحش منه، خلاص التصرف الصحيح اني انحش. ومن اهم انواع النحش العناد. الشخص لما يعاندك هذا نوع من انواع الهروب، الهروب من الشيء، الهروب منك تحكم فيه وانك تبغى او اني يعطيك اللي تبغاه. فالحصان يفعل عكس ما تريد، وينطبق على جميع الاطباع وعلى راسها الحرمه. الحصان طبيعته يهرب، تركب يحاول يقمص يحاول ينطلق كعسيف. لما مع الوقت يبدا يتضح لانك اصلا تبغاه ينطلق، تبغاه يتحرك، تبغاه يهذب، طب وقف بحرك، يجرب عكس اللي انت تبغاه. لما يجرب عكس اللي انت تبغاه واتضح ان تصرفك خاطئ وانك تبغاه يتحرك، يستمر يسوي الشيء الخاطئ لان تصرفك اثناء فعله له خاطئ. فربط بين التصرف الخاطئ والطبع نفسه فاستمر يفعله ويستغل عليك، وكل ما سواه نجح. يتوقع انك تستعمل القوه حصل، يتوقع انك ترخي وتجلد حصل، يتوقع انك لما تسوي شيء ذا بيحرم يشنع ويهددك حصل على ما يريد، نزلت وقاوت حصل على ما يريد، فيستمر يتطبع. نفس فكره التشنيع وغيره والانطلاق. لما يفعل الطبع اول مره في البدايه فعل شيء معاكس، لكن لما اتضح ان الشيء المعاكس انت تبغاه اصلا او انت ضده جرب شيء اخر. لما جرب الشيء الاخر اتضح ان تصرفك خاطئ استمر عليه. لين يتحسن شغلك بيستمر عليه، بيستغل عليك. من يوم يحس ان شغلك مضبوط بيروح شيء اخر. طيب الى متى؟ لما يحس من شغلك الصحيح انه مهما راح شغلي مضبوط. يصير ما يطلع من عيب ويرجع لنفس العيب. يعني ما يطلع من حرنه الى انطلاق ثم يرجع حرنه. طلع من حرنه بيحاول ينطلق. فشل بيروح شيء ثاني، ما يرجع للحرنه لانه عارف انها ما راح تنجح، تصرفك صحيح. فحتى مع يركب صح بيجرب كل شيء، لكن الفرق انه لما يجرب شيء خاطئ ويفشل في الحصول عليه ما عاد يعود له، او على الاقل ما يعود كما كان. انه فشل. لكن مع يركب خطا ممكن يطلع من الحرنه للانطلاق، ثم يرجع من الانطلاق للحرنه، ثم يطلع من هذه اللي كنا، ثم يطلع من دي التفلت. لان كل شيء طالع منه اصلا ناجح فيه، بس يمكن يدور شيء انجح. اذا كان ركوبك صحيح يخرج من شيء فشل فيه، والحصان لا يعود لشيء فشل فيه.
شكله تلاحظ لما اشرح مقاطع العسايف وغيره، لما تشوف الحصان في البدايات يلا يتحرك سنتيمتر سنتيين دقيس على طول، عنده هنا قمه الميزه، قمه الميزه، لان 99% من طرق الركوب لما تركب اول مره مكان مغلق سرج، واحد ماسك الحصان، واحد يرفعك على الحصان، اثنين يقودونك، وفوق كذا اول شيء يصير الحصان يمشي قدام وبيقمص ويتحرك غصب، مستحيل توقفه. ثم مع الوقت يختارني اوقف يحرك. ما افعله انا في طريقتي ان اول شيء اسويه مكان مفتوح ما حد يقاودك، تطمر على الحصان طمر، ما حد يمسك الحصان، ومستحيل يتحرك شعره قدام. انت قاعد تتحرك يمين يسار ورا. فيبدو شكلي انه ما يتحرك وان الحصان ماك تحرك. تعال بعد يومين تلاحظ الحصان ده يتحرك ومستحيل يوكلع. بينما الحصان اول يوم تحرك على طول. اما ما عاد يوقف او مستحيل يتحرك. فانتقل من حصان متحرك بشكل سريع الى حصان منطلق او حصان يكون معاصي من متحرك. بينما الحصان ما يقدر يتحرك اول يوم، بعد اربع ايام اتحداه يقول ما متحرك. حتى عند الافراس، حتى عند الفحول، حتى عند باب الاسطبل كما شرحت. شو السبب؟ لان اول يوم ما كان حارم. لو رخيت العنان طقته يتحرك، لو رخيت العنان خليت واحد يقودني يتحرك. اول يوم حاول يتحرك وفشل في التحرك لتصرفي صحيح. فما تحرك لاني انا راده. فلما تحرك تحرك بامري. فبما ان تحرك بامري سيقف بامري. شكله مستحيل ينطلق، مستحيل يحرم. هناك تحرك بس تحرك غصب، طبعا صحيح ان الخيال خليه يتحرك انا فاهم، بس حتى لو حاول يوقف ما يقدر يوقفه، يخليه يروح. بكره بطل يوقف، كما غصب عنك تحركت امس، اليوم غصب عنك بوقف. فتلقى اول يوم كذلك تطبق على العربه او السرد، دخل الحصان بخمس دقائق دقيقتين لواشه، جلد الباب يدخل السرد. ويجيك شخص يوزن الحصان يقعد ساعتين عشان يدخل الحصان. لكن تعال بكره ابو لواشه خلاها ربع ساعه، ثم نص ساعه، ثم ساعه، ثم بعدها بنج، ثم بعد اسبوعين يقول بالله ضبط لي الحصان خرب. بينما انت اول يوم ساعه عشان شغلك مضبوط، بعد نص ساعه، بعد ربع ساعه، بعدها تدخل الحصان بالرشمه. فمو بشرط انه السرعه صح في بعض الحالات. تفسيرها سهل، كيف اعرف ان البطء عندي ان كان فيه موجود انه ما له دخل ما هو عيب في الطريقه؟ سهل جدا. هل تريد السرعه؟ هل تريد ان افعل ما فعلت؟ تبغى تدخل حصان بلواشه دخلته. تبغى تدخل حصان بالضرب دخلته. تبغى احرك حصان بسرعه اول ركبه يلا خليت احد يقاودني او خليت العنان طقيته تحرك. خلاص؟ سويت اللي انت تبغاه، سويت اللي انت سويته، الان بتوقف عن فعله. اني انا راعيب. اثبت لك اني استطيع فعله ثم توقفت عن فعله اني راعيب مو ميزه. طبعا تكون نفس الفكره، ما افعله انا انت راعيب، حلو سوى. ثم توقف عن فعله. هنا الاثبات، هنا الواقع. لا تحتاج الى مدرب، لا تحتاج الى معلم او مدرس، تحتاج مخك. مخ مو قصدي ذكي والناس اغبياء، بس قصدي انه مخك يعني معناته انك شيء مرئي. في السيارات مهما كانت خبرتك مي بجيده، الموضوع سهل، لكن نتكلم عن قوه مكينك وخلي السيارتين جنب بعض تقاوموا، انتهينا. نبغى نعرف من اسرع صف الطبلون، صف الطبلون. من اسرع من طيارتين في القومه وفي الهواء ولا ينزلون. ناحيه فيزيائيه ما دخل. فخليك خليك ناحيه فيزيائيه، وريني ان تنتقد شيء معين ترى انه عيب، تستطيع فعله ولا تبغاه تسويه، حلو، ورني. سواه ثم توقف عن فعله حق له قول ما يشاء. فعل الشيء ثم توقف عن فعله لانه يرى عيب طبيعي. الاراء مثل الخشوم، كل واحد عنده خشم. لكن لما خلاص شيء ذا عيب، ورنيه ما ابغى عيب، انا داري انه عيب بس ورني كيف تسويه لا. سيء. اذا 70% من انتقادي له سببها عدم قدرتي على الفعل. انا ما دخل بالسؤال بس درجته يعني تكلمت عنه كثير. هذا رايي في المواضيع هذه والله بالصواب. بشكل سريع انقطاع الذيل، نعم يموت الحصان. سؤالك لماذا الحصان يقتل او يذبح اذا انقطع ذيله او انكسر؟ السؤال خاطئ، صيغة السؤال خاطئة، المفروض تكون صيغة السؤال بالشكل هذا. لماذا يموت الحصان عند انقطاع ذيله؟ نعم الحصان يموت عند انقطاع ذيله لأن عسيب، مو بذيل، مو بشعر، مو بالسبيب، اللحمة اللي تشيل الذيل. إذا انقطعت يعني طلعت من محلها أو انكسرت كسر مضاعف يموت لأنها مرتبطة بالجهاز التوازني عند الحصان العصبي، مرتبطة بالعمود الفقري. ما الدليل؟ مقاطع مرئية موجودة وأهل الخيل يعرفون قد صارت لهم. لكن قطع قوي جدا كخياطه او حتى قطع جزء يعني ما قلت شفته بس ممكن قطع جزء ممكن ما يموت زي بطاطا الاصبع او الرجل او انبترت بس خيطوها صح ممكن يعيش الحصان كما كان بس قطع المقصد فيه اللي يطلع من اساسه فيجي كثير ناس يقول طب وش بيطلع من اساسه؟ كما قلت في المعارك الماضيه بسبب السيوف والرماح بسبب ان الحصان يطيح على ظهره على وراء وسباقات السرعه وغيره في التحمل وحاجات حاليا تحصل كثير مو في الماضي كذلك السرد والعربه. النصف الاخر من السؤال
لماذا يموت او يقتل عندما ينكسر؟ المفروض يكون السؤال بالشكل هذا، لماذا يموت يقتل الحصان عندما ينكسر كسر مضاعف؟ انك تقتل الحصان كسر عادي دي مصيبه، يمكن يسوونها ربعنا لكن مره مستحيل يسوونها، يعالج بسهوله ما يرجع كما كان طبعا. معناه طبعا من حق الحصان لو يوتر تذبحه كيفك، سهل جدا عندهم الموضوع، ابره هواء وانتهينا. الوريد يفعلون الشيء هذا كما قلت سابقا شرحته لانه رحيم لجيبهم، لكنه شرعا لا يجوز حسب الظاهر، وش عبارة عن شيء مقزز وشيء ليس ثابت علميا بل بالعكس ضد العلم تماما، وهو عبارة عن مذهلة مهزلة ومسخرة، وشخص ياخذ عقد عقد عقلك. واغلب اهل الخيل اما خاصة برا، اما انه يسلك او انه يأيد لمصلحته في التأييد، او انه ماخذين عقد عقله اثر الاقل. لماذا يحرم الحصان؟ او السبب الحمل الاساسي زي الاقباع الاخرى، الحصان سيجرب جميع الاشياء كهروب، يهرب من الشيء ذا الى الشيء ذا الى الشيء ذا، اذا نجح في شيء معين سيستمر عليه ولن يتوقف عن فعله ان تنجح في التعامل معه بشكل صحيح، وتعاملت معه بالشكل الصحيح لن يعود اليه، او على الاقل لن يعود اليه كما كان، يقل استعماله له، ومن ضمنها الحرنة. لكن نعم طبيعه الخيل اساسا الهروب، والحرنة هي هروب، لكن اذا صار الحصان يهرب لانك يحرم انك تبغى تتحرك هذا هروب، ولما ينطلق انك تبغى توقفه، فلما تبغى تحرك اي حرم اكثر ولا اقل. فهذا رايي في الاراء هذه او النقاط هذه، والله اعلم بالصواب.